اهلا بكم مشاهدي انفاس تيفي. اليوم معنا لالا حنان ابراهيمي الفنانه ديالنا الكبيره، غنسولها اسئله على الجديد ديالها وعلى المشوار ديالها الفني بطبيعه الحال. اهلا بك لالا حنان. شكرا موقع انفاس المحترم، شكرا على هذه الاستضافه وشكرا على تمحنتو جيتو عندنا حتى البلاطو. الجديد كما كتشوفوا حنايا بصدد تصوير سلسله البوي الجزء الثالث الشدة تيفي، الممثلين سعيد الناصري الغني عن التعريف طبعا الكوميدي الكبير، ولالا نعيمة إلياس، وهذا هو الجديد حاليا، لان مالوغوزمون كما كيعرفوا الناس بزاف انا ما بقيتش نعيش هنايا، فكيصعب عليا التنقل يعني خصوصا في الظروف اللي عشناها ديال كورونا والمطارات مسدودين والطيارات ما كيكونوش. فوالا هو هذا الشيء اللي كاين. حنان كنعرفوا بانك ام، فاليوم بالصدفه حنايا كان اليوم عيد الام، فشنو بغيتي تقول للامهات بهذه المناسبه؟ كنحيي جميع الامهات المناضلات الصبورات اللي كيتمحنوا على وليداتهم الحنونات، كل عام والام بالف خير، واللي ما عندوش ميمتو الله يرحمها، واللي عنده ميمتو الله يخليها ليه، ويعني الام نعمه من عند الله، الواحد يعيش مع والديه ومع الام ديالو يعني اجمل الاوقات، الوقت تيطير والواحد يستغل يعني الوقت في يدوز وقت زوين مع والديه. لالا حنان عشتي التجربه ديال الغربه خصوصا في الفتره ديال كورونا، فشنو تبغي تقولي على هذه التجربه اللي عشتي؟ هي الغربه بصفه عامه انا كتجيني قاسيه، واخا انا دابا شحال وانا عايشه في امريكا يعني قرابه 10 سنوات او 11 سنه، مازال لحد الساعه كتجيني الغربه قاسيه، يعني ما كيف ما قلت لك ما كاين لحظات اللي ما كتقاسميهاش مع الناس اللي قراب ليك، يعني ديما اي حاجه كتوصلك وانت بعيده. بزاف ديال الحوايج في هاد الظروف اللي عشناها في هاد العامين الاخيره، يعني كيكون واحد الخوف اكبر، فانك يمكن تفقدي شي حد عزيز عليك وانت ما كايناش معاه، يمكن توقع لك انت شي حاجه وناس اللي كتبغيو ما كاينينش معاك، يعني العامين كانت صعيبه على الناس كاملين. حنا مقبلين على شهر رمضان، فحنان ابراهيمي غدوز رمضان هنايا في المغرب او لا خارج مع؟ لا غادي نرجع انا غير ان شاء الله نسالي التصوير وغادي نرجع، بغيت ندوز رمضان في داري، انا كيعجبني ندوز رمضان يعني مع رجلي ووليداتي، داك الاجواء الرمضانيه، ولكن تخافيش عليا رمضان عندي في وخاف ميريكان مغربي 100%. ولكن حنان ابراهيمي افتقدت الجو؟ كنفتقد الجو، كيعجبني بزاف رمضان في المغرب، اجواء ديال رمضان في المغرب، للاسف يعني ظروف الحياه حكمت عليا انني بعض المرات ما كندوزش رمضان هنايا، ما كنحاول كيف قلت لك نخلق جو مغربي رمضاني بامتياز. وكان هذا هو لقاءنا مشاهدينا، نلقاكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا جدا، السلام عليكم.